9 طلاب في الجامعة طلعوا في رحلة ما بين جبال الثلج في روسيا. الرحالة 9 كانوا جدا متحمسين للرحلة، وفي يوم من الأيام بعد ما قرب الليل نصبوا خيمتهم على جانب منحدر جبلي. لكن بعد ما يحل الظلام في هذيك الليلة راح يواجهون شيء مخيف ما شافوا مثله في حياتهم. الحدث أو الشيء المخيف اللي واجهوه 9 هذيلة بيتحول لوحدة من أشهر وأكثر القضايا غموضاً في التاريخ. هذه الحادثة راح تسمى قضية معبر دياتلوف، واحتمال إنها مرت عليكم، في كثيرين غطوها قبلي، بس هذه واحدة من القضايا الأكثر غموضاً، وكنت عارف إني بسوي عنها فيديو عاجلاً أو آجلاً. فحتى لو مرت عليكم هالقضية من قبل، إن شاء الله إني راح أقدم لكم إياها بأسلوب مختلف وتستمتعون فيها. السلام عليكم، معكم بدر. قضية معبر دياتلوف تعتبر قضية قديمة جدا، صارت في سنة 1959، يعني من 65 سنة. موقع الأحداث كان في روسيا أو الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت، واللي صار إن مجموعة مكونة من 10 مغامرين قرروا يطلعون لرحلة في واحدة من المناطق الجبلية. العشرة هذيلة كانوا 8 شباب وبنتين، ومعظمهم كانوا طلاب في المرحلة الجامعية وكلهم درسوا في نفس الجامعة. أعمارهم تتراوح ما بين 20 و23 سنة، وبعضهم كانوا توهم متخرجين. شخص واحد منهم بس كان عمره في 30 وما كان طالب أو توه متخرج. العشرة هذيلة ما كانوا مجرد مغامرين هواه، وهذه الرحلة ما كانت رحلتهم الأولى، لا، هذيلة كانوا رحالة متمرسين عندهم خبرة مش بسيطة. المنطقة الجبلية اللي قرروا انهم يروحوا لها اسمها جبال الأورال، وموجودة في سيبيريا. سيبيريا طبعا معروفة من اكثر المناطق الباردة في روسيا، منطقة صعبة وقاسية جدا. فليش الرحالة هذيلة استهدفوا هذه المنطقة الجبلية الصعبة؟ السبب ان في ذاك الوقت في الاتحاد السوفيتي كانت في جمعية او اتحاد للرحالة والمغامرين، وكانت في 3 تصنيفات للرحالة، المستوى الأول، المستوى الثاني، والمستوى الثالث. والعشرة هذيلة كانوا كلهم من المستوى الثاني، وكان طموحهم يوصلون للمستوى الثالث، بس ما حد بيوصل لهالمستوى إلا إذا طلع في رحلة من النوع الصعب. فكان هدف المغامرين هذيلة من الرحلة إنهم يوصلون للمستوى الثالث، وكانت الرحلة حتى برعاية جامعتهم، هم اللي مولوهم، هم كلهم كانوا أعضاء في النادي الرياضي في الجامعة. قائد الرحلة من بين العشرة كان شاب بعمر 23 سنة اسمه إيغور دياتلوف، وكان هو أكثرهم خبرة. فطلع دياتلوف مع أصحابه في هذه الرحلة في شهر يناير سنة 1959. طبعا هم كانوا عايشين في مدينة بعيدة عن الجبال هذه اللي قرروا أن مغامرتهم راح تكون فيها. فعشان يوصلون للجبال هذه أول شيء ركبوا القطار، وبعد ما وصلوا لسيبيريا ركبوا في باص، وبعدها ركبوا في شاحنة عشان تقلهم لبداية منطقة الجبال. وعند الجبال ركبوا على زلاجات تجرها الأحصنة، وبعدها كملوا مغامرتهم على الأرجل. طبعا كل هذه الصور اللي قاعدين تشوفونها هي صور حقيقية التقطوها الرحالة بأنفسهم، كانت عندهم كاميرات يأخذون فيها الصور، وكانت بعد عندهم مذكرات يسجلون فيها الأحداث اللي تمر عليهم، يعني كانوا يوثقون كل شيء في رحلتهم، وهذا جزء أساسي من الرحلة كونهم أعضاء في الجمعية ويريدون يوصلون للمستوى الثالث. من بداية الرحلة والعشرة كانوا متحمسين للمغامرة، لكن واحد منهم واللي كان اسمه يوري يودن بدأ يحس بآلام شديدة في الظهر من أول يومين، وبعد ما حس إنه ما بيقدر يكمل الرحلة قرر إنه يرجع ويترك أصحابه ويترك حلمه إنه يوصل للمستوى الثالث. طبعا لحظتها أكيد كان حاس بالحزن والأسف، بس بعدها بفترة راح يعرف إن آلام الظهر هذه كانت نعمة عليه عشان ما يشارك أصحابه المصير المخيف اللي راح يحل عليهم. وهني نشوف هذه الصور أصحابه وهم يودعونه، ويوري كان يضحك وهو ما عارف إن هذا بيكون الوداع الأخير. فمع انسحابه صار عدد المجموعة 9 أشخاص. المغامرين كملوا رحلتهم ما بين جبال الأورال، وطبعا لما كان يجي الليل كانوا ينصبون خيمتهم ويباتون فيها، وظلوا كل يوم مستمرين يتعمقون أكثر ما بين هذه الجبال. وبعد كم يوم من الرحلة وصلوا لجبل يسمونه السكان المحليين جبل الموت. في مصادر ثانية تقول انهم يسمونه جبل الريح أو شيء من هالقبيل، بس معظم المصادر تقول انهم يسمونه جبل الموت. المهم هذه صورة للجبل من الأقمار الصناعية، مثل ما شايفين هذه قمة الجبل، وهذا الطريق اللي مشوا فيه المغامرين 9،
هذا الطريق أسفل الجبل في سفح الجبل. بعدها التسعة صعدوا على طول منحدر الجبل ووصلوا لهذه النقطة. هني في هذه النقطة بدأ يداهمهم الليل فنصبوا خيمتهم. هذه النقطة كانت على منحدر الجبل، فاضطروا أنهم يحفرون في الثلج عشان يصنعون أرض مستوية ينصبون عليها خيمتهم مثل ما شايفين في الصورة قدامكم. في هذيك الليلة ناموا الرحالة التسعة في خيمتهم بدون ما يعرفون انها راح تكون اخر ليلة في حياتهم. فهذيك الليلة راح تحل عليهم مصيبة بتحول رحلتهم الى واحدة من اغرب القضايا واكثرها غموضا في التاريخ الحديث. اخر كتابة حصلوها في مذكرات واحدة منهم كانت كاتبة: من الصعب ان الواحد يتخيل مثل هذه الراحة على قمة جبل وسط عواء العاصفة الثلجية على بعد مئات الكيلومترات عن أي وجود للحضارة البشرية. يعني قاعدة تقول إنها كانت تحس بالراحة في خيمتهم هذيك على قمة الجبل وسط العاصفة الثلجية والصقيع اللي ما يرحم، كانت تحس بالراحة رغم إنهم على بعد مئات الكيلومترات عن أي حضارة بشرية. واللي نفهمه من هذه الكتابة اللي حصلوها في مذكراتها إنها ما كانت عندها أي خبر ولا أي مشاعر خوف لا هي ولا أصحابها عن المصيبة اللي بتحل عليهم في هذيك الليلة. ما كان عندهم أي فكرة، بالعكس كانت تقول إنها مرتاحة. بعد هذيك الليلة انقطع اتصال الرحالة التسعة بالعالم الخارجي تماماً. رحلتهم ما كان المفروض تستمر إلا لأسبوعين بالكثير، لكن مرت 3 أسابيع بدون أي أثر لهم. وهني بدوا أقاربهم وأصدقائهم يحسون بالقلق، فأهلهم وأصدقائهم اتجمعوا وسووا فريق من المتطوعين عشان يروحون ويدورون عليهم، فريق بحث. وبعد كم يوم بحث في المناطق الجبلية هذه قدروا أنهم يحصلون خيمتهم أخيرا. الخيمة كانت طايحة ومغطاة بطبقة من الثلج، واللي معناه أن الخيمة ظلت في هالمكان لأسابيع، واللي معناه أن في مصيبة حلت على الرحالة التسعة واللي ما كانوا بيتركون خيمتهم هني. والأسوأ كان أن الخيمة تم قطعها بسكين من الداخل، يعني الخيمة لها باب أو مخرج، لكن الرحالة لسبب ما اضطروا يشقون الخيمة بالسكين من الداخل عشان يطلعون منها. وهذا معناه أنهم اضطروا يهربون من شيء، إما شيء كان موجود داخل الخيمة أو شيء برا سد عليهم المخرج، فاضطروا أنهم يطلعون من الطرف الثاني بشق الخيمة. فريق البحث بدوا يدورون حوالين الخيمة وعلى طول لاحظوا بقايا آثار أقدام خفيفة على الثلج. شيء غريب أن آثار الأقدام هذه ظلت باقية طول هالفترة، خصوصا مع العواصف ونزول الثلج المستمر. لكن على ما يبدو أن وجود آثار الأقدام هذه على انحدار الجبل، يعني كانت الآثار مايلة، هذا الشيء يقلل من تغطية الثلوج لها، فبقت منها آثار. الغريب بعد أن الآثار هذه كانت منظمة والمسافات ما بينها قليلة، واللي يدل على أن نزول الرحالة من الجبل بعد ما طلعوا من الخيمة كان هادي، ما كانوا قاعدين يركضون أو يهربون من شيء. اللي يهرب أو يركض بتكون المسافة ما بين آثار أقدامه أوسع وبتكون حركته غير منظمة، خصوصا أنهم كانوا تسعة وآثار أقدامهم ظلت ماشية مع بعض. لو كانوا يهربون كنا بنشوف آثار الأقدام متشتتة في كل اتجاه. آثار الأقدام هذه ظلت مستمرة تنزل من الجبل لمسافة 500 متر تقريبا. عشان يوضح المشهد في عقولكم أكثر خلونا نرسم على هذه الصورة. مثل ما قلنا هذه قمة الجبل، وهذه النقطة اللي نصبوا فيها الرحالة خيمتهم على منحدر الجبل. فريق البحث حصلوا آثار الأقدام حول الخيمة، الآثار هذه كانت تقود لهذا الطريق على انحدار الجبل، يعني الرحالة كانوا قاعدين ينزلون من الجبل. هذه الآثار استمرت من الخيمة إلى أسفل الجبل لمسافة 500 متر تقريبا وبعدها اختفت. الأرض صارت مستوية أكثر فالثلوج دفنت الآثار الباقية. لكن حتى بعد ما اختفت الآثار فريق البحث كملوا في نفس الاتجاه، وعلى مسافة 1500 متر تقريبا من الخيمة وصلوا لمنطقة فيها أشجار، أشجار على بداية الغابة اللي أسفل الجبل. وسط هذه الأشجار حصلوا بقايا نار، واضح أن الرحالة حاولوا يجيبون خشب ويولعون نار يدفون فيها في هالمكان ما بين هالأشجار. على مسافة قريبة من بقايا النار هذه حصلوا أول جثتين من جثث الرحالة التسعة. الجثتين كانوا مغطيات بالثلج، وبعد ما أزالوا الثلج من فوق الجثث تبينوا أن هذيل الجثتين كانوا يرجعون ليوري دروشينكو ويوري كريفونيشينكو. المفاجأة كانت أن الجثتين ما عليهم إلا الملابس الداخلية وجوارب بس، لا قبعة لا جاكيت لا أحذية ولا حتى بنطلون، بس ملابس داخلية. في صور واضحة للجثتين والوضع اللي حصلوهم عليه،
لكن ما بقدر احط لكم الصور هذه لان اليوتيوب بيسوي لنا مشاكل، فاللي يريد يشوف الصور يسوي بحث سريع في جوجل وبيحصلها بسهوله. المهم نقدر نقول ان الوضع اللي حصلوا عليه الجثتين كان ابدا مو طبيعي، حتى لو كان الجو صيف ما بيلبسون الملابس القليله هذه، فما بالك وسط عاصفه ثلجيه في درجه حراره توصل لسالب 30، ابرد من فريزر الثلاجه يا رجل. فطبعا ما يحتاج نقول ان سبب موتهم هو انخفاض درجه حراره اجسامهم، ماتوا متجمدين. لكن غير التجمد، اجسامهم كانت عليها اثار لعده ضربات وجروح في اماكن مختلفه، واحد منهم طرف انفه رايح، والثاني الجلد على ايده منسحل. ما كان وضع الجثث كانها تجمدت وبس، في ضربات واثار جروح. لو بعد تخيلوا ان واحد منهم اللي هو كريفينوشينكو حصلوا قطعه من لحم ايده فمه، يعني على الاغلب عض نفسه، فكان هذا بعد شيء اضافي يزيد الموضوع غرابه. بعد ما حصلوا الجثتين هذيله كملوا البحث وحصلوا جثه جديده على بعد مسافه مش بعيده منهم، لكن الجثه هذه كانت كانها متجهه باتجاه الخيمه، يعني كان هذا الشخص حاول يرجع للخيمة مرة ثانية. هذه الجثة كانت لقائد الرحلة إيغور دياتلوف، واللي بتتسمى هذه المنطقة بعدين باسمه، بيسمونها معبر دياتلوف، والقضية هذه كلها بتشتهر باسمه. سبب موت دياتلوف كان بعد انخفاض حرارة جسمه، وأيضا حصلوا على جسمه آثار جروح وضربات. لو بعد فوق هذا كان في دم متجمد على وجهه. من ناحية الملابس فكان لابس أحسن من أصحاب الاثنين اللي حصلوهم تحت الأشجار، لكن ظل ملابسه تعتبر أقل من المعتاد خصوصا على الجو اللي كانوا فيه، واصلا في هالجو وسط هالعاصفة الثلجية حتى لو كنت لابس زين ما بتقدر تنجو بدون نار او وسيلة تدفئة. وهذا يمكن السبب اللي خلاه يحاول يرجع للخيمة، لان مثل ما قلنا حصلوه ماشي باتجاه الخيمة قاعد يطلع الجبل، لان الخيمة كانت فيها فرنهم ومدفأتهم. شوفوا مثلا هذه صورة للخيمة لما نصبوها في مكان ثاني قبل الجبل، هذه مدخنة الفرن، فهذا السبب المنطقي الوحيد اللي ممكن يخليه يحاول يرجع للخيمة مرة ثانية. غير جثة دياتلوف حصلوا أيضا جثتين على هذا المسار، مسار الرجوع للخيمة. الجثة الأولى كانت لوحدة من البنتين، والجثة الثانية كانت لواحد من الشباب، ونفس الشيء جثثهم كانت عليها آثار ضربات وجروح. البنت حتى كانت في آثار ضربات كثيرة على وجهها. فالحين مثل ما نشوف هذا الرسم التوضيحي حصلوا خمس جثث، أول شيء الجثتين اللي عند الأشجار، وبعدها الثلاث جثث على طول منحدر الجبل للأشخاص اللي حاولوا يرجعون للخيمة. ممكن واحد يقول ممكن الثلاثة أشخاص هذيل اللي على المنحدر ماتوا هم نازلين ما هم طالعين. الجواب على هالتساؤل ان هم حصلوا جثثهم باتجاه الصعدة، لو كانوا ماتوا هم نازلين كانوا بيحصلون جثثهم باتجاه النزلة. الجثث الخمسة هذه ما كلها حصلوها ورا بعض، خصوصا اخر جثتين. طبعا جات السلطات وجات فرق بحث مختصة وعدد كبير من الاشخاص شاركوا في البحث، لكن هذه سيبيريا ومنطقة جبلية وفي عز الشتاء، ثلج ما يوقف، البرد قارص، الرؤية صعبة، فعملية البحث ما كانت سلسة ابدا. وهذه الجثث الخمسة اخذت اسابيع الين ما حصلوها، اما الجثث الاربع الباقية فراح تاخذ شهرين، مع انها ما كانت بعيدة عن المكان هذا، لكنها كانت موجودة في اتجاه مختلف تماما. الجثث الاربع الباقية حصلوها في هذه المنطقة، عكس اتجاه الخيمة، والسبب اللي خلى فرق البحث تتأخر في العثور عليهم هو لأن الجثث هذه كانت مدفونة تحت 4 أمتار من الثلج. فرق البحث أصلا ما قدروا يحصلونها، اللي حصلوها كانوا مجموعة من السكان الأصليين اللي عايشين في هالمنطقة في هالجبال. السكان الأصليين هذيلا اسمهم قبائل المانسي، فعلى ما يبدو أنهم هم اللي حصلوا المكان اللي كانوا الأربعة الباقيين مدفونين فيه. كيف حصلوهم وهم مدفونين تحت 4 أمتار من الثلج؟ ما أدري، يمكن هم لأنهم أهل المنطقة فعارفين طبيعة المكان وشكله، فلما خفت الثلوج شافوا ان في شيء مو طبيعي في هالمكان، يمكن الله اعلم. المهم ان افراد من قبائل المنسي هذه هم اللي قادوا فرق البحث لموقع الجثث الاربع الباقيه، وفعلا جات فرق البحث وحفرت في المكان، وبعد ما حفروا 4 أمتار في الثلج حصلوا قدامهم مثل الوكر الثلجي، حفره محفوره في الثلج وارضيتها كانت مغطاه باغصان اشجار، وحصلوا في هذا الوكر قطع ملابس، بعضها كان مقطع، في بنطلون كان مقطوع بالنص. حفروا بعد اكثر حوالين الوكر هذا وحصلوا الجثث الاربع الباقيه. الجثث كانت جنب بعض وتحتها كان في مجرى مائي نازل من الجبل، فالجثث كانت متكومه فوق المجرى المائي هذا اللي تحت الارض وتحت الثلوج، والماي كان قاعد يجري. ما اعرف ذا وصف يوضح لكم المشهد، في صور حقيقيه طبعا لحاله الجثث وشكلها لما حصلوها،
بس نفس الشيء ما اقدر احط لكم اياها لان اليوتيوب يسوي لنا مشاكل، فاتمنى يعني يكون المشهد واضح في اذهانكم. هذه صوره ورسمه توضيحيه للوضع اللي حصلوا الجثث عليه، مثل ما تشوفون حفره عميقه في الثلج تحتها مجرى مائي والجثث كانت طايحه في المجرى المائي هذا. الخلاصه انهم حصلوا الجثث الاربع هذه جنب بعض وفوق مجرى مائي تحت الارض بشوي، وكان في جنبهم وكر محفور في الثلج على ما يبدو انهم هم اللي حفروه عشان يحاولون يحتمون من العاصفه فيه. فمع عثورهم على الجثث الاربعه هذه اكتملت الجثث التسعة لكل الرحالة. المشكلة ان حالة الجثث الاربعة الاخيرة هذه اللي حصلوها كانت اعنف بكثير من الجثث الخمسة اللي حصلوها قبل. الجثث الاربعة هذه كانت لثلاثة من الشباب والبنت الاخيرة في المجموعة. البنت حصلوا اضلاع قفصها الصدري مكسورة من اليمين واليسار، اربعة اضلاع من اليمين وستة اضلاع من اليسار. واحد من الشبان الثلاثة اللي هو في الواقع كان اكبرهم، الرجل اللي كان في الثلاثينات، حصلوا بعد خمسة من اضلاع قفص الصدري مكسورة من جهة اليمين. وفي شاب بعد حصلوا ان جمجمته مكسورة كسر قوي من الجانب الايمن. كلها اصابات التشريح الطبي قال انها اصابات قاتلة. الشاب الرابع ما كان مصاب بإصابات خطيرة مثل هذيل الثلاثة، فكان سبب موته هو انخفاض درجة حرارة جسمه. حتى الثلاثة اللي كانوا مصابين بإصابات قاتلة كانوا متجمدين، فما نعرف هل ماتوا من الإصابات ولا من التجمد، من اللي سبق الثاني. فالسؤال هني، هذيل كيف أصيبوا هالإصابات القوية؟ تقارير التحقيق قارنت إصاباتهم بالإصابات اللي تنتج عن القنابل أو حوادث السيارات العنيفة، فشو اللي ممكن يسبب لهم هالإصابات؟ والإصابات الغريبة ما تخلص هني. البنت كانت عيونها ولسانها وأسفل فمها ما موجودين، كأن في حد قلع عيونها وقطع لسانها وأسفل فمها وأخذهم وياه. ونفس الشيء الرجل الثلاثيني اللي كان قفص الصدري متكسر كانت عيونه بعد ما موجودة. الحين أعتقد أنكم فاهمين ليش هذه القضية صارت واحدة من أشهر القضايا. كمية الأحداث الغريبة اللي فيها والأوضاع اللي حصلوا فيها جثث الرحالة التسعة تخلي الغموض يوصل لمستوى ثاني. هل معقولة أن في حد أو كائن مثلاً قتلهم أو تسبب بموتهم؟ المحققين السوفيت اللي مسكوا هالقضية حطوا في أعلى قائمة احتمالاتهم أن هذه ممكن تكون جريمة، وبدوا يحققون في القضية على أنها جريمة بسبب الإصابات اللي حصلوها على الجثث. فبدوا يدورون منو الناس اللي ممكن يشتبه فيهم في جريمة مثل هذه. منطقة سيبيريا كانت فيها معتقلات وسجون قاسية مخصصة لأعتى المجرمين والمساجين السياسيين، يحطونهم في هالمعتقلات وسط الثلج والبرد ويكسرون ظهورهم بالأعمال الشاقة. فكان في واحد من هالمعتقلات على مسافة مش بعيدة من الجبل اللي ماتوا عند الرحالة التسعة، فأول احتمال فكروا فيه المحققين انه ممكن يكونون في مساجين هربوا من هالمعتقل وتواجهوا مع الرحالة. فالمحققين تواصلوا مع إدارة المعتقل هذا وسألوهم إذا كانوا في مساجين هربوا خلال الفترة الماضية، لكن الجواب كان لا، ما في أي مساجين هربوا خلال هذيك الفترة. الخيط الثاني اللي اتبعوه المحققين كان يوري يودن، العضو العاشر في المجموعة اللي صابته آلام في الظهر من بداية الرحلة ورجع وترك أصحابه. فالمحققين استدعوه وحققوا وياه وتعاملوا وياه كمشتبه. كانوا حاطين احتمال ان هذه ممكن تكون مكيدة منه، وانه كان يكره أصحابه ويريد يتخلص منهم، فحط خطة انه يتخلص منهم في الجبل بعيد عن عيون الناس. لكن يوري وضح لهم ان رجعته كانت بسبب آلام الظهر وانه اصلا رجع من بداية الرحلة قبل ما تصير احداث الجبل. طبعا خلال التحقيق يوري كان متوتر، يعني أصحابه ميتين وهو نجا بعجوبة لأنه ما كان وياهم، والحين هذيل المحققين قاعدين يشكون فيه ويضغطون عليه، فتوتره هذا خلاهم يشكون فيه أكثر، وحتى احتجزوه عندهم ألين ما يتأكدون من براءته. لكن بعدين قدروا يتأكدون أن يوري فعلا رجع لبلدته وأنه كان ويا أهله خلال الفترة اللي كانوا فيها أصحابه في الجبل، وفي عدد من الشهود أكدوا هالشيء، فيوري طلع من قائمة المشتبه فيهم. لكن المحققين قرروا يستخدمونه ويخلونه يساعدهم في التحقيق، فأخذوه للجبل وخلوه يعاين المكان، وخلوه بعد يشوف جثث أصحابه عند طبيب التشريح، واللي كانت أكيد تجربة صادمة بالنسبة له إنه يشوفهم بهالطريقة، خصوصاً إنه كان المفروض يكون وياهم. بس على الأقل يوري عطى المحققين ملاحظة مفيدة، وهي إن بعض أصحابه كانوا لابسين ملابس أصحابهم الثانيين، وهذا ممكن يفسر الوضع اللي حصلوا فيه أول جثتين، حصلوهم بالملابس الداخلية، فممكن يكونوا هذيل هم أول اللي ماتوا، فالبقية أخذوا ملابسهم عشان يدفون أنفسهم فيها. المحققين كملوا تحقيقاتهم، وعلى لستة المشتبه فيهم كانوا أفراد قبائل المانسي، السكان الأصليين اللي عايشين في منطقة الجبال هذه. بتقولون لحظة، مش المانسي هم اللي ساعدوا فرق البحث
انهم يحصلون الجثث الاربع الاخيرة؟ بقولكم ايوه صح، وهذه كانت واحدة من الاسباب اللي خلت المحققين يشكون فيهم، خصوصا ان الجثث كانت مدفونة تحت 4 امتار من الثلج. صح المونسي اكيد انهم عارفين المنطقة اكثر من اي حد ثاني، بس يظل يعني سؤال محير، كيف عرفوا انهم مدفونين في هالمكان بالذات؟ وفوق هذا المونسي يعتبرون مناطقهم الجبلية هذه مناطق مقدسة، والمفروض ما اي شخص يجي ويدخلها كذا عادي. لو بعد من اعرافهم الدينية ان اي نساء غير نسائهم ممنوعين منعا باتا يدخلون اراضيهم المقدسة هذه، والرحالة في مجموعتهم كانوا في بنتين. فالمحققين قعدوا مع بعض افراد قبائل المونسي هذيلا واستجوبوهم، لكن كل افراد المونسي نفوا اي علاقة لهم بموت الرحالة التسعة. بس خلال التحقيقات معاهم طلعت تفصيلة غريبة، اكثر من شخص من المونسي شهدوا انهم شافوا ضوء غريب في السماء في الليلة اللي يعتقد ان الرحالة ماتوا فيها، وصفوه ان ضوء جدا ساطع وحركته سريعة. ومن هني تطلع واحدة من النظريات الغريبة الكثيرة اللي تم استخدامها لتفسير أحداث القضية، وهي نظرية الفضائيين. هذه واحدة بس من النظريات الشاطحة اللي طلعت على هالقضية، وفي غيرها كثير. نرجع للتحقيق، معظم الأدلة اللي حصلوها المحققين وفرق البحث عند الجبل حول الجثث ودوها للمختبرات عشان يفحصونها. واحدة من المفاجآت الغريبة اللي حصلوها إن بعض الملابس اللي كانوا لابسينها الرحالة كانت عليها آثار إشعاعات نووية قوية نوعا ما، ما كانت مجرد آثار خفيفة. تخيلوا إشعاعات نووية، يعني كأنهم كانوا في منطقة نووية، وهذا المفروض يكون دليل جديد يدفع المحققين أنهم يتعمقون في القضية أكثر. لكن المفاجأة أن بعدها بفترة قصيرة، وبتحديد بتاريخ 28 مايو 1959، المحققين أعلنوا إغلاق القضية. التحقيق ما استمر إلا لمدة 3 أشهر بس، والسلطات السوفيتية طوقت منطقة الجبل ومنعت دخول أي حد له، وهذا اللي طبعا بيزيد بعدين حدة النظريات الشاطحة ونظريات المؤامرة في القضية هذه. التقرير النهائي للتحقيق انتهى إلى نتيجة أن القضية غير محلولة، وأن الرحالة التسعة واجهوا قوة طبيعية غير معروفة ما قدروا يتعاملون وياها. هذا هو حرفيا الوصف اللي انتهى فيه تقرير المحققين، قوة طبيعية غير معروفة ما قدروا يتعاملون وياها. من هذاك اليوم إلى يومنا هذا مرت حوالي 65 سنة. خلال هذه 65 سنة ظلت هذه القضية تشتهر وتطلع عليها نظريات وتحليلات ما تخلص، وزاد هالشيء مع دخولنا في عصر الانترنت. القضية اشتهرت أكثر والنظريات زادت، بعضها نظريات شاطحة، بعضها نظريات مؤامرة، وبعضها نظريات علمية. ما بنتطرق للنظريات الشاطحة جدا مثل الكائنات الفضائية، لكن بنشوف بعض النظريات الخارقة للطبيعة، وبعض نظريات المؤامرة، وبنشوف نظريات علمية. النظريات اللي بنركز عليها بتكون النظريات المنطقية أكثر، حتى لو ما كانت منطقية بالكامل بتكون معظمها منطقية على الأقل، واعتقد أننا راح نوصل لتصور جيد عن اللي صار. خلونا نبدأ بنظرية المؤامرة، نظرية أن حكومة الاتحاد السوفيتي غطت على القضية عشان تخفي بعض الأسرار. طبعا مثل ما قلنا أحداث القضية صارت في سنة 1959، وكان العالم وقتها في عز الحرب الباردة ما بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. ففي هذه الفترة الاتحاد السوفيتي كانوا يسوون كل شيء يقدرون عليه عشان يكونون هم القوة المهيمنة في العالم. فكانت هذه الفترة فترة تطوير واختبارات وتجارب، خصوصا في الجوانب العسكرية. الاتحاد السوفيتي يريدون يتقدمون على أمريكا، فكانت في كثير من المواقع السرية اللي تجرى داخلها تجارب، سواء على أسلحة أو مواد كيميائية أو غيرها، تجارب بعضها ممكن يكون غير أخلاقي أو متوحش حتى. فنظرية المؤامرة والتجارب السرية تبدأ من نقطة اكتشاف آثار الإشعاعات النووية على بعض ملابس الرحالة. ليش ملابسهم كانت عليها إشعاعات نووية؟ حتى لما صارت جنازتهم كثير من أهاليهم والناس المقربين منهم لاحظوا أن جثثهم صاروا باللون البرتقالي، وبعض الأجسام من أجسامهم كانت عليها آثار حروق، واللي ممكن تكون إشارة قوية على التسمم بالإشعاعات النووية. فشو مصدر الإشعاعات هذه؟ من وين جات؟ بعض عوائل وأهل الرحالة صرحوا أنهم متأكدين بدون شك أن الجيش والقوات العسكرية والحكومة لها يد في القضية هذه، في شيء قاعد الجيش يغطي عليه. تذكرون الضوء اللي أفراد من قبائل المنسي قالوا أنهم شافوه فوق الجبل؟ نظرية المؤامرة تقول أن هذا الضوء كان عبارة عن صاروخ أو سلاح
أطلق من قاعدة عسكرية. الصاروخ هذا فشل في الانطلاق وطاح في مكان قريب من الجبل وانفجر، وكانت يمكن داخله مواد نووية مشعة، فانطلقت موجة ما بعد الانفجار وغطت المنطقة ببعض الإشعاعات النووية، وفي نفس الوقت هزت خيمة الرحالة فصابهم الذعر وطلعوا من الخيمة. لكن لو تذكرون بعد أن آثار أقدامهم اللي حصلوها برا الخيمة كانت مرتبة، فيعني على الأغلب أنهم ما طلعوا مذعورين. وغير هذا ما في تفسير في هالنظرية لموضوع أنهم شقوا الخيمة من الداخل عشان يطلعون منها. وبعد لو كانت المنطقة تغطت بالإشعاعات النووية كانوا بيحصلون آثار لهذه الإشعاعات في المكان، إلا إذا الحكومة قفلت المنطقة وما خلت حد يفحص الإشعاعات النووية. وفعلا الحكومة بعدين طوقت المنطقة ومنعت أي حد يدخلها لفترة طويلة. لكن هل هذا كان فعلا عشان مثلا يمنعون أي حد يفحص الإشعاعات النووية في المكان؟ ما أدري. تذكروا بعد أن في ذاك الوقت استخدام الطاقة النووية كان في بداياته، فما كانوا كثير ناس عندهم وعي بالآثار السلبية اللي ممكن تسويه الإشعاعات النووية. اللي يزيد حدة موضوع نظرية المؤامرة في هالقضية إن واحد من التسعة كان مشكوك فيه إنه جاسوس للمخابرات أو رجل أمن. الشخص هذا كان اسمه ساميون زولاتريوف. هذا الشخص اللي قلت لكم في بداية القصة إنه ما كان طالب وكان حتى عمره في الثلاثينات 37. هذا الشخص ما كان جزء من المجموعة هذه من الأساس. الشخص هذا حرفيا حطته الحكومة وياهم في آخر لحظة قبل ما تنطلق الرحلة، لأن هذه الرحلة مثل ما قلت لكم قبل إنها كانت ممولة من الجامعة، الجامعة اللي كانوا يدرسون فيها، فكانوا كأنهم حاطين مراقب عليهم. ما الجامعة اللي حطته مراقب عليهم، لا، الحكومة اللي حطته. فهذا الرجل كان مشكوك فيه إنه رجل أمن أو ضابط مخابرات في الكي جي بي اللي هم المخابرات السوفيتية. وحتى لما بحثوا في تاريخه حصلوا إنه كان عسكري وشارك في الحرب العالمية الثانية. فليش شخص مثل هذا حطته الحكومة وياهم؟ هل كان وجوده يا ترى عشان يمنعهم يروحون لمناطق معينة ما تريدهم الحكومة يشوفونها؟ ممكن. فحتى لو ما كان للحكومة دخل مباشر بموت الرحالة، ممكن كانت في مصلحة للحكومة انها تغطي على القضية هذه وما تسمح لكثير من الاطراف انهم يتدخلون فيها، لان هالشيء ممكن يقود لكشف اسرار عسكرية. حتى يوري يودن العضو العاشر في المجموعة اللي نجا لانه رجع في بداية الرحلة يؤمن ان الحكومة لها يد في الموضوع، او على الاقل كانت تريد تغطي على بعض الاشياء. وفي سنة 2013 قبل ما يموت كشف سر من الأسرار وهو على سرير الموت. قال إنه لما كان يساعد المحققين في تصنيف الأغراض اللي حصلوها حول الجثث وعند الجبل كان مستغرب، لأنه لاحظ وجود بعض الأغراض اللي ما كانت تنتمي لأي واحد منهم. لاحظ وجود قفازات عسكرية ونظارات شكلها غريب وبعد زلاجات إضافية، أشياء كان متأكد إنها ما كانت موجودة عند أي حد منهم، فمن وين جات هالأغراض؟ يوري قال على فراش الموت إنه مؤمن إن الحكومة سوت التمثيلية هذه كلها عشان تقنع الكل إن موت أصحابه كان طبيعي، لكن سبب الموت الحقيقي هو التجارب السرية اللي كان يجريها الجيش في المنطقة. ما يعرف إذا كانت هذه تجربة متعمدة أو خطأ غير مقصود. فهذه نظرية المؤامرة فيها بعض الجوانب اللي تستحق إن الواحد يفكر فيها. الحين ننتقل للنظرية الخارقة للطبيعة. الجبال في روسيا والجبال في آسيا بشكل عام معروف عنها بعض الأساطير لكائنات أو مخلوقات غريبة تعيش فيها. واحد من هذه الكائنات الأسطورية المخلوق اللي يسمونه اليتي. اليتي المفروض إنه كائن يشبه الإنسان في قوامه، يمشي على رجلين لكن جسمه مغطى بالشعر وشكله أقرب للقرد أو الغوريلا. كائن ضخم يفترض أنه عنده قوة مخيفة. فالنظرية الخارقة للطبيعة تفترض أن الرحالة صادفوا مخلوق اليتي في هذه الليلة وبسبب هجومه على خيمتهم اضطروا يهربون منها. نظرية مخلوق اليتي بدت بسبب صورة حصلوها في واحدة من كاميرات الرحالة. في هذه الصورة نشوف ظل لكائن يشبه البشر في قوامه، كائن قاعد يمشي ما بين الأشجار وظاهر في الصورة كأنه يراقب الرحالة من بعيد. بعض الناس اللي حللوا الصورة يقولون ان هذا الكائن طوله 3 أمتار، وصاروا يقولون ان هذه اول صورة حقيقية لكائن اليتي، وهذا اللي بدأ هالنظرية هذه كلها. والصورة فعلا ترى حقيقية، بس انا من وجهة نظري ان هذا ظل واحد منهم، بس بطريقة ما بسبب الإضاءة بسبب زاوية التصوير ظهر بهالشكل. فنظرية ان تمت مهاجمتهم من قبل مخلوق اليتي
ممكن نعتبرها نظرية شاطحة، لكن هذه النظرية بكل بساطة تقودنا للتفكير بكائنات ثانية، كائنات ضخمة نعرف انها موجودة وقوتها ممكن تكون حتى اقوى من اليتي الاسطوري، مثل الدب البني، واحد من اخطر انواع الدببة اللي موجودة في الجبال الروسية. وعندك بعد انواع ثانية من الحيوانات الشرسة مثل الذئاب والنمور السيبيرية اللي كلها لها تواجد في المناطق الجبلية هذه. فأي نوع من هالحيوانات ممكن يكون فاجأ الرحالة وخلاهم يهربون من الخيمة. بس نرجع مرة ثانية لنفس السالفة اللي هي ان آثار اقدام الرحالة دل على انهم ما كانوا مذعورين لما طلعوا من الخيمة، ولو كان في حيوان قاعد يهاجمهم من برا اكيد انهم بيطلعون مذعورين. فهذه النظرية بعد لك عليها، فخلونا نروح للنظرية اللي بعدها واللي بتكون منطقية أكثر، واللي هي نظرية الفرن. تكلمنا عن الفرن اللي عندهم داخل الخيمة، هذه صورة لخيمتهم لما كانوا ناصبينها في مكان ثاني قبل الجبل، ونقدر نشوف هني هذه المدخنة اللي هي مدخنة الفرن. الفرن هذا يستخدمونه داخل الخيمة للطبخ والتدفئة، والفرن كان واضح انه صناعة يدوية هم صانعينه، فما كان عبارة عن قطعة واحدة، كان عبارة عن قطع تتركب على بعضها عشان يقدرون يشيلونها وياهم. واضح ان هذا الفرن كانت احيانا تصير له بعض المشاكل. في واحدة من الصور لواحد من الرحالة وهو لابس جاكيت واضح انه محروق، واحتمال كبير انه احترق بسبب الفرن. فممكن نستنتج ان الفرن ما كان مصنوع بشكل ممتاز وكانت في مخاطر عالية في استخدامه، لكن يظلوا محتاجين يعتمدون عليه. طيب شو تقول نظرية الفرن؟ هل الفرن ولع نار في الخيمة؟ طبعا لا، لأن لو هالشي صار راح تبين آثار الحريق في الخيمة. فنظرية الفرن تقول إن بسبب خطأ في توصيل أنابيب مدخنة الفرن أو بسبب انسداد المدخنة، الدخان بدال ما يطلع برا الخيمة من المدخنة رجع للداخل، فالخيمة على طول امتلت بالدخان، ولما حاولوا يطفون النار على الأغلب زاد الدخان أكثر وأكثر، والوضع لحظتها أكيد إنه كان فوضى وصعب إنهم يفتحون باب الخيمة، ما كانوا يقدرون يشوفون شيء، فأسرع تصرف كان إنهم يشقون الخيمة من داخل ويطلعون منها. فهذه النظرية تفسر ليش كانوا هادين ومنظمين في حركتهم بعد ما طلعوا من الخيمة، ما كان في شيء يثير الذعر حوالينهم، الذعر كان داخل الخيمة. هذه النظرية عندي مشكلة واحدة فيها بس، وهي ليش ما رجعوا للخيمة؟ ليش نزلوا من الجبل؟ ممكن يكون الجواب انهم حسبوا ان امان لهم ينزلون بدل ما يظلون في خيمة فيها شرخ كبير، بس بعدين لما نزلوا استوعبوا ان الوضع اسوأ، عشان كذا بعضهم حاولوا يرجعوا للخيمة بعدين. ممكن النظرية الأخيرة واللي يعتقد كثيرين انها الأكثر منطقية هي نظرية الانهيار الثلجي. نظرية الانهيار الثلجي كانت موجودة من بداية التحقيقات في القضية، لكن ما كان في أي دليل على وجود انهيار ثلجي كبير في المنطقة، فهذه النظرية تم استبعادها من البداية. لكن بعدين بعض التحليلات العلمية أخذت في الاعتبار أن الرحالة حفروا مكان مستوي على منحدر الجبل عشان ينصبون خيمتهم، فصار في جدار ثلج صغير على جانب الخيمة. الجدار الثلجي هذا صغير، فالمفروض أنه ما يسبب أي خطر عليهم، لكن في ظاهرة في الرياح اللي تمر على مثل هذه الجبال، في نوع من الرياح يسمونها بالإنجليزي كاتاباتيك ويند، ما لها ترجمة عربية مباشرة، لكنها وصف لنوع من الرياح تنزل من فوق الجبل على طول المنحدر، وبسبب النزول هذا تكون سرعتها عالية بسرعة العواصف، فتكون رياح عاتية جدا وتحمل معاها الثلج طبعا. فبعض الباحثين العلميين حللوا ان الجدار الثلجي الصغير هذا اللي كان على جانب الخيمة تكومت على حافة الثلوج بسبب هذه الرياح، الرياح السريعة اللي نازلة من الجبل، فهذا الجدار الصغير تحول لجدار كبير، والثلج هذا اللي فوق ما كان ثابت والطبقة اللي تحته ضعيفة، فاللي صار ان الثلج هذا انهار على الخيمة ودفنها او دفن جزء كبير منها، فكان انهيار ثلجي لكنه ما كان انهيار كبير على مستوى الجبل كامل، كان انهيار صغير للجدار الثلجي اللي كان على جانب الخيمة بس. فهني عشان الرحالة يطلعون من الخيمة اضطروا انهم يشقونها من الداخل، وبعد ما طلعوا من تحت الثلوج احتمال كبير انهم خافوا ان في انهيار ثلجي كبير جاي من فوق الجبل، فقرروا انهم ينزلون من الجبل ويتركون خيمتهم. وهذا بعد ممكن يفسر الملابس الخفيفة او اللي ما كانت بالمستوى المطلوب اللي طلعوا فيها من الخيمة، ملابسهم الباقية كانت داخل الخيمة. وهني يجي تساؤل، يعني رحالة بخبرتهم المفروض كانوا يعرفون ان الافضل لهم انهم يحفرون في الثلج ويوصلون لخيمتهم ياخذون اغراضهم وبعدين ممكن ينزلون من الجبل، بس بعد اذا كانوا خايفين من قدوم انهيار ثلجي من فوق الجبل قرار منطقي انهم ينزلون ويتركون الخيمة. وممكن بعد ما نزلوا شوية مسافة ولاحظوا ان ما في انهيار ثلجي جاي
ممكن هم حاولوا يدورون الخيمة مرة ثانية وما قدروا يحصلونها، لأن الخيمة معظمها مدفون تحت الثلج والرؤية كانت صعبة في ذاك الوقت. فيعني هذا تحليل وسيناريو منطقي للي صار، ويفسر ليش تركوا الخيمة وطلعوا بملابس ما كافية للجو اللي هم فيه. بعدها ظلوا مع بعض ألين ما وصلوا للأشجار اللي تحت. هناك عند الأشجار حاولوا أنهم يولعون نار، كانت في آثار لبعض الأغصان المحروقة وآثار نار، بس واضح أن المحاولات هذه ما كانت ناجحة بالشكل المطلوب. النار هذه ما كانت كافية عشان تدفيهم، أو يمكن حتى انطفت بسرعة. كان حتى على بعض الأشجار اللي حول النار آثار كأنهم حاولوا يتسلقونها، يمكن عشان يجيبون بعض الأغصان اللي ممكن تكون جافة أكثر ويستخدمونها في إشعال النار، وهالشيء ممكن يفسر بعض الجروح والندوب اللي على أجسامهم. بعد ما فشلت محاولات إشعال النار بين الأشجار، هني على الأغلب ماتوا أول شخصين منهم، الشخصين اللي حصلوهم بعدين بملابسهم الداخلية. والسبب على الأغلب أن أصحابهم اللي كانوا لازالوا بعدهم أحياء قرروا ياخذون ملابسهم ويستفيدون منها. صح، يعني شيء يحز في النفس انك تاخذ ملابس صاحبك اللي توه مات متجمد قدامك، لكن الوضع حياه او موت. ذكرت لكم ان واحد من هذيل الشخصين اللي ماتوا اول شيء كان في جزء من لحم ايده حصلوه داخل فمه، وعلى الاغلب انه عض هذا الجزء وهو قاعد يتجمد، لان لما تتجمد تفقد احساسك باطرافك، فيمكن كان قاعد يحاول يضرب نفسه او يعض ايده عشان يحس فيها، لكن على ما يبدو خلاص يعني كان في آخر المراحل. بعدها على ما يبدو أن الجماعة انقسموا لقسمين، سبب الانقسام ما بمعروف، يمكن كان اختلاف في الآراء. المهم أن ثلاثة قرروا يرجعون لقمة الجبل عشان يحاولون يدورون الخيمة مرة ثانية، وأربعة قرروا يروحون في الاتجاه الثاني ويدورون طريق نجاة مختلف. الثلاثة اللي قرروا يرجعون للقمة ويدورون الخيمة تجمدوا على مسافة الطريق واحد ورا الثاني، أما الأربعة الباقين فمثل ما قلنا حصلوا جثثهم تحت 4 أمتار من الثلج. ومثل ما قلنا ثلاثة من هذيل الأربعة كانت جثثهم في أسوأ حالة، أقفاص صدرية مكسورة، جمجمة مكسورة، عيون مفقودة، ولسان وأسفل فم مفقود بعد. فهذيلا بدون شك إنه صار لهم شيء عنيف، فهذه بروحها تحتاج نظرية مختلفة عشان تفسرها، وفي نظرية تناسب المكان اللي حصلوهم فيه. الأربعة هذيلا حاولوا يحفرون مثل الوكر في الثلج، وجابوا معاهم أغصان أشجار عشان يدعمون هذا الوكر أو يفرشون أرضيته. صح إن اختبائهم داخل الثلج بيكون برد عليهم، لكن على الأقل تحت الثلج ما راح تضربهم الرياح العاتية هذه، وراح يحاولون يدفون بعض بحرارة أجسامهم، فممكن تكون فرصة نجاتهم أكبر. لكن على ما يبدو أن البقعة اللي قرروا يحفرون فيها وكرهم كان تحتها مجرى مائي، فالثلج في المكان هذا اللي كانوا قاعدين يحفرون فيه ما كانت تحته دعامة كافية عشان يمسك نفسه، كان تحت الماء اللي قاعد يجري. فلما كانوا قاعدين يحفرون في هالمكان الثلج تحتهم انهار وطاحوا في المجرى المائي اللي تحت الأرض، وانهارت فوقهم كميات كبيرة من الثلج. فهذه الطيحة وكميات الثلج اللي سحقتهم من فوق هو التفسير الوحيد للإصابات والكسور القوية اللي تعرضوا لها. فجثثهم هوت للمجرى المائي في المكان اللي حصلوهم فيه تحت الثلج بمسافة، وهذا المجرى المائي اللي ظلت جثثهم عليه ممكن يفسر ليش عيون اثنين منهم ولسان واحدة وأسفل فمها كانوا مفقودين. الجثث هذه ظلت في المجرى المائي لمدة 2 شهر ألين ما حصلوها، فشهرين كانت مدة كافية عشان الجثث تبدأ تتحلل. صح الجو قارص وهذا بيقلل من معدل التحلل، لكن طبيعي داخل الجثث بيبدأ يتحلل. ووجه الجثتين اللي حصلوا أن عيونهم مفقودة واللي حصلوا لسانها وأسفل فمها مفقود كان على المجرى المائي، وجوههم طايحة على الماء الجاري، فمع التحلل البطيء للجثث ومع الماء الجاري اللي قاعد يمشي على وجوههم على الأغلب أن عيونهم تحللت وجرفها الماء، واللسان وأسفل الفم اختفى بنفس الطريقة، بدأ يتحلل وجرف الماء. اللغز الأخير اللي باقي واللي ما عطيناه أي تفسير للحين كان الملابس اللي عليها آثار إشعاعات نووية. قطع الملابس هذه كانت في الواقع تنتمي لشخصين بس من المجموعة، ألكساندر كيلوبوتوف وليودميلا دوبينينا، وطلع أن تفسيرها من أبسط ما يمكن. الشخصين هذيلا كانوا توهم متخرجين من الجامعة وكانوا يشتغلون في منشآت نووية، لو بعد واحد منهم كان من الطاقم اللي شارك في تنظيف مخلفات كارثة كوشتم النووية. كارثة كوشتم هذه تشبه كارثة تشيرنوبل، لكنها صارت قبلها بفترة طويلة، صارت في سنة 1957 وتعتبر ثالث أضخم كارثة نووية. فلأن هذيل الشخصين كانوا يشتغلون في منشآت نووية، ولأن واحد منهم بعد شارك في عمليات تنظيف واحدة من أضخم الكوارث النووية، فما كان شيء غريب أن ملابسهم
كانت عليها آثار إشعاعات نووية. أعتقد بكذا نكون غطينا كل التفسيرات والنظريات المنطقية اللي ممكن تفسر الأحداث اللي صارت للرحالة التسعة. في نظرية أخيرة اسمها النظرية الجامعة. هذه النظرية من اسمها تجمع باقي النظريات، يعني تقول لك هذه النظرية أن الأحداث اللي صارت للرحالة مش بالضرورة تتفسر بنظرية واحدة من النظريات اللي انطرحت، ممكن تكون في عدة نظريات صارت مع بعض. ممكن يكون في انفجار لصاروخ في تجربة عسكرية فاشلة، ممكن الانفجار هذا سبب انهيار ثلجي، وممكن لما نزلوا الرحالة من الجبل هاجمهم دب أو حيوان ما بين الأشجار فهربوا منه. فالخلاصة أن النظرية الجامعة تقولك أنه ما في تفسير قاطع للي صار، مهما كانت دقة التحليلات وقوتها تظل مجرد نظريات، ما في طريقة بنعرف فيها شو صار في هذيك الليلة بالضبط. وهذا اللي يخلي هالقضية واحدة من أشهر القضايا وأكثرها غموضا في التاريخ. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا عجبتكم لا تنسوا تضغطون زر اللايك، واللي ما مشترك في القناة يشترك، ولا تنسوا بعد تفعلون زر الجرس عشان توصلكم تنبيهات لما أنزل فيديوهات جديدة، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. بس والله شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.